الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تشميت العاطس اذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان أداب التشميت والعطاس والتثاؤب. هذا الباب ذكر فيه المصنف هذه المسائل المتعلقة بالتشميت والمتعلقة بأدابه وأداب العطاس والتثاؤب، وسنذكر بعضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. هذان الحديثان فيهما عدد من المسائل، أولهما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس، إن الله يحب العطاس، فالعطاس محبوب عند الله سبحانه وتعالى لما فيه من النشاط والحيوية التي تصيب المرء عند عطاسه، وذلك لأن العطاس فيه فوائد صحية وبدنية للإنسان، والله سبحانه وتعالى يحب المؤمن القوي، وهذا من أسباب قوة جسد الإنسان وبدنه، والعطاس سبب لذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. وأما التثاؤب فيكرهه الله سبحانه وتعالى لما فيه من الكسل والدعة، ولذلك كرهه الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل العطاس وحصل التثاؤب فماذا يفعل المسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وهذه الجملة استدل بها من أهل العلم على أن تشميت العاطس واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وهذا قول عند أهل العلم، والقول الآخر أنه فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية أنه لا بد للعاطس إذا حمد الله أن يشمت، فإذا لم يشمته أحد أثم الجميع. وبعض أهل العلم يرى أنه من السنن، وقوله صلى الله عليه وسلم كان حقا هذا على التأكيد، لأن العرب تقول حقا وحق عليك كذا، يقولونه من باب التوكيد والتأكيد. ولكن الذي يظهر من نصوص السنة أن تشميت العاطس أقل أحواله أن يكون فرض كفاية، فإذا لم يشمت العاطس إذا حمد الله عز وجل أثم الجميع، وهذا هو دلالة هذه النصوص التي تأمر بتشميت العاطس. وهنا قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، ولذلك كرهه الله سبحانه وتعالى. فإذا تثاءب المرء ماذا يفعل؟ قال: فليرده ما استطاع، ترد هذا التثاؤب ما استطعت. فإذا لم تستطع أن ترد هذا التثاؤب فإنه كما جاء في الحديث: تضع يدك على فيك، ولا تقول كما يفعله الناس، يخرج صوت يقول بهذه الصفة، فإن الشيطان يضحك منه، والشيطان يدخل في ثم المتثاءب. فلذلك كان على المسلم إذا تثاءب أن يهضمه ما استطاع ذلك، فإنه يغطي فمه إما بيده أو بشيء آخر، المهم أنه يغطيها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر قال: إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله. هذه الصفة، أن تقول الحمد لله، وليقل له أخوه وصاحبه يرحمك الله، هذا التشميت الأول الحمد، الثاني التشميت.
فإذا قال يرحمك الله يقول له يرح، فإنه يقول له يهديكم الله يصلح بالكم. وهنا مسألة مهمة يخطئ فيها كثير من الناس، إذا قلت له يرحمك الله قال يهدينا ويهديكم الله، وهذه منتشرة تسمعونها، وهذا لا يجزئ. فلا بد أن تقول كما جاء في السنة يهديكم الله ويصلح بالكم. أما تقول يهدينا ويهديكم الله هذا دعاء طيب صحيح، لكنه ليس في موضعه، لأن هذه أذكار مقيدة لا بد أن يتقيد بها المسلم. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته. وهذا أمر، وهذا مما يقوي القول بوجوب تشميت العطس. قال فشمتوه، فإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته، أي لم يشمته الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وهذا يستفاد منه أنه لا يشمت إلا الذي يحمد الله، فإذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. ولكن هل يذكر أو لا يذكر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال يذكر إذا كان ناسيا، ويعلم إذا كان جاهلا، والقول الثاني أنه لا يذكر وإنما يعلم بعد ذلك. ولكن هل إذا علم ثم قال الحمد لله هل يشمت؟ ظاهر السنة أنه لا يشمت. فإذن القول الأول أنك تذكره إذا نسي وتعلمه إذا جهل، وذهب إلى هذا من مشايخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه. القول الثاني أنك لا تذكره، لا تذكره لظاهر السنة، وذهب إلى هذا من مشايخنا الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر هذا الذي لم يحمد الله، وإنما شمت الأول ولم يشمت الآخر، وهذا هو ظاهر السنة. ظاهر السنة أنك لا تذكره وإنما تعلمه بعد ذلك، السنة في ذلك إذا كان جاهلا، وأما تذكره فإنه لا يذكر تعزيرا له، لأنه قد يكون هذا من باب التساهل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول. وإن كان القول الأول ذهب إليه بعض السلف كالنخعي وغيره، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. ثم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، شك الراوي، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا من أداب العطاس. نعم العطاس يحبه الله عز وجل، ولكن ليس معنى ذلك كما يفعل الناس الآن يرفع صوته بالعطاس رفعا شديدا، وإنما تخفض صوتك ما استطعت، هذا واحد. ثانيا أنك تضع شيئا حال العطاس حتى لا يخرج منك ما يستكره الناس، ما يستكره الناس منك، سواء من أنفك أو من فمك. فإنك تفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يضع يده أو يضع ثوبه أو شيئا عنده حتى لا يخرج منه ما يستكره. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول أي النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هنا في هذا الحديث بيان مسألتين. المسألة الأولى أن الكافر لا يقال له يرحمك الله حتى لو حمد الله، لأن هنا الظاهر أن اليهود كانوا يقولون الحمد لله حتى يشمتهم الرسول فيقول يرحمكم الله، فكان النبي لا يقول يرحمكم الله، كان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعو لهم بالهداية. أما الرحمة فإنها لا تجوز على الكافر، فهذه مسألة مهمة وقد سبق التنبيه عليها، أن الكافر لا تجوز عليه الرحمة وإنما يدعو له بالهداية والصلاح. وأيضا يستفاد من هذا أن اليهود يعلمون أنه نبي، ولذلك كانوا يرجون منه أن يدعو لهم بالرحمة، لأنهم يعلموا أن دعوة النبي مستجابة، ولكن صدهم عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الكبر صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة، قلنا مسألتان ولكن هنا مسألة ثالثة، أن الدين ليس فيه مجاملة، أن الدين
ليس فيه مجاملة، ولا نقول كما يقول بعض الناس نستجلبهم إلى الدين ونحبب إليهم الإيمان، فتجد يتنازل عن مسلمات في الدين من أجل الدعوة كما يزعم، فتجده يلقي السلام على القبوري وعلى اليهودي وعلى النصراني، يتنازل عن دينه، يقول مجرد أن أحببهم إلى الإسلام. هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الخلق بالخلق وأعلم الخلق بالخالق سبحانه وتعالى، كان اليهود عنده، لم يقل لهم يرحمكم الله، مع أنهم يرجونها من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل أقول لهم يرحمكم الله حتى ويحببهم في الدين. فإذا أنت تتعامل مع الكافر إذا أردت هدايته ودعوته بالحسنى، ولكن من دون تنازل عن دينك، كن عزيزا بدينك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يهديكم الله ويصلح بالكم، ولم يعطهم ما يرجونه من قوله صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله. آخر حديث في هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. فإذا الشيطان يضحك من المتثائب ويدخل في فيه إذا لم يغطيه، فهذه من السنن التي لابد المسلم أن يراعيها حال التثاؤب، أنه يكظمه ما استطاع، إذا ما استطاع فإنه يغطيه، فإنه يغطيه حتى لا يدخل فيه الشيطان. وأختم هذا الباب بقصة حصلت للإمام أبي داود صاحب السنن رحمه الله، الذي كثيرا ما نسمع أن نقول رواه أبو داود، أخرجه أبو داود. هذه قصة حصلت لا تدل على تعظيمه للسنة رحمه الله تعالى في مسألة العطاس، وهذا مما رفع الله به هؤلاء العلماء رحمهم الله، أنهم كانوا يعملون بما يعلمون. فقد كان أبو داود كما ذكر عنه ابن حجر في فتح الباري عن ابن البر بإسناد جيد كما ذكر ابن حجر رحمه الله، ذكر أن ابن البر ذكر عن أبي داود رضي الله عنه ورحمه أنه كان في سفينة فسمع رجلا على الشاطئ عطس فحمد الله رافعا صوته، فماذا فعل أبو داود رضي الله عنه ورحمه؟ استأجر قاربا من قوارب السفينة بدرهم، فذهب بهذا القارب إلى الشاطئ فشمت هذا العاطس ثم عاد. فقيل له يعني لماذا فعلت هذا؟ قال لعله يكون مجاب الدعوة، يعني في قوله يرحمك الله. فلما نام أهل السفينة سمعوا قائلا ينادي يقول إن أبا داود اشترى الجنة بدرهم، إن أبا داود اشترى الجنة بدرهم. وهذا دليل تعظيم هذا الإمام رحمه الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن تشميت العاطس من السنة، بل قد يرى أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حقا على كل مسلم سمعه، وهو سمع الآن هذا العاطس حمد الله، أن يشمته. فانظر ماذا فعل، اكترى قاربا بدرهم وذهب إلى الشاطئ وتكلف هذا التكلف ثم شمته وعاد. فسمعوا هذا القائل يقول، وهو والله أعلم مرسول من الله سبحانه وتعالى، إن أبا داود اشترى الجنة بالدرهم، بهذا الدرهم الذي اكترى به من أجل أن يشمت هذا العطس. فلنحرص على هذه السنة ولا نتركها، لأنها سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها حقا على كل مسلم أن يفعلها. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.